به قلنا عندنا القوة الهجومية الخارقة المنتخب الكاميروني ذاك روبريك نمبر 1 نحكيوا عليها الكابتن خليل احكي على الستار نتاعها وكا طبيعي طبيعي ان شاء الله باش يتوصل الروبريك هذه محمد كيما مرحبا بكم في عدد جديد من الكورة عندك مرحبا فوزي اهلا وسهلا مروان اليوم مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الأولى منتخب البلد المنظم الكاميرون ضد الكاب فيرد منتخب الكاميرون اللي أبرز ميزة فيه يا مروان هي القوة الهجومية الخارقة ثلاثة من أبرز مهاجمي الكاني لحد الآن نحكيه على فينسون أبو بكر نحكيه على إيكومبي نحكيه أيضا على شوبو موتينغ النجاح الكبير أبو بكر سجل 4 أهداف لحد الآن كارل توكو إيكومبي سجل هدفين إذن 6 أهداف بين زوز من أبرز نجوم الكاني لحد الآن نتصور أنه منتخب الكاميرون إذا بشربح اللقاء ذا يراو جراسا ثلاثي هذا اللي قبل البلاء الحسن إلى حد هذه اللحظة يا مروان كاب فيرد 3 نقاط في 2 مباريات كان انتصار في المباراة الأولى على أثيوبيا هزيمة في المباراة الثانية على بوركينا فاسو ترشحوا للدور الثاني وارد جدا خط هجوم الكاب فيرد بقيادة المهاجم جوليو تافاريس إكس ديجون الفرنسي ممكن القوة الضربة فوزي متاع الفريق هو الجناح اليمين غاري رودريغيز لاعب أولمبياكوس مرة من البطولة التركية غالاتا سراي وفينيرباتشي منتخب الكاميرون اللي بيربح في اللقاء ذي 3-1 على حساب منتخب الكاب فيردي بينما بوركينا فاسو ستتمكن من تجاوز عقبة منتخب اثيوبيا بهدف مقابل 0 يا مروان 2-1 للكاميرون على حساب الكاب فيرد وفي نفس المجموعة نراهن على فوز بوركينا على اثيوبيا 2-0 حلقة اليوم وفيت من الكورة عندك نتلقاو في عدد جديد غدوة